ثاني بخير، شخباركم؟ مزيان. واحد الفيديو جديد اليوم، غنصاوبو السميطه العنق ديال الكلب ديالنا اللي غنديروها على شكل ديكور. المهم ندخلو دابا خوتي نوريكم المكونات اللي هي بسيطه باش نصاوبو السمطه ديالنا بلا ما نطول لكم. يلا ندخلو النيشان خوتي. واش الخوتي ثاني بخير، شخباركم؟ مزيان. المهم هادو هما المكونات ديالنا. الطرف ديال الصنطة بحال هادي غليظة شوية، لا تجي طينا شي ديكور زوين في العنق ديال الكلب ديالنا بحال هادي. طرطاقة الريفيات راه كلشي كيعرفهم، مطرقة باش نبريسيو، مخيط باش نتقبو، مقص باش نقطعو. دابا خوتي غندخلو المكونات هنايا كيفاش نكونو هادو. خصنا نعبرو هاد السميطة هادي على القياس اللي دخل لينا منو من هنايا وتجينا بشي شكل زوين. باش تجينا ساهله الدخله هنايا، راه نقلبوها بحال هكا والسميطه ديالنا كتجي حنا من هنا. تجي شكلها زوين وكلشي. وتو القياس اخوتي اللي خديت انا ديالي، حطيت شي بحال هكا هالوكا. هاد ما قطعناهم غندوزو حنايا دابا نثقبوهم باش نلاقيوهم بحال هادي في الديما. هانتوما خوتي كتزيدو غير زوين وكلشي، ها تجي مسيفتلا. دابا خوتي ما بقى لنا والو، كنصاوبو هاد اللعيبه ديالنا. ها هي نديرو على هاد الشكل هذا.
بحال هكا كتخشيها هي عندنا السميطه ناضيه العنقو ديكور وكلشي شي حاجه ناضيه You got me hurting, even if my jokes aren't funny. سال الفيديو ديالنا ديال اليوم، قولوا لي الفيديو كيجاكم وخلوا لي لي كومونتير ديال شي حاجه بغيتو نديرها لكم جديده ان شاء الله فيديوهات جايين ان شاء الله، وقولوا لي الصنطه هذه كيجاتكم اخوتي، ويلا تهلاو لي فراسكم فيديو جديد.